عندما يغيب دور الدولة ويتغول نفوذ الميليشيات وجماعات الفساد السياسي، تتحول شوارع الوطن إلى فوضى عارمة. مجموعات من المنتفعين يسيطرون على كل مساحة خالية من شوارع بغداد ويحولونها إلى مواقف عشوائية للسيارات. حقيقة المواطن اليوم يأتي بسيارة لكي يقضي بعض الأشغال، يركن هذه السيارة، يلاحظ هناك بعض الأشخاص يحصلون على مبالغ، وعندما تسأله يقول إنه مؤجر من أمانة بغداد، لكن في الحقيقة هي عبارة عن أماكن عامة وأرصفة، وبالتالي خارج عن موضوع الأمانة. وبالطبع فإن ذلك يمثل اعتداء صارخا على حقوق المواطنين العراقيين ونهبا منظما لأموالهم عبر فرض إتاوات مقابل ركن سياراتهم. كمواطن حقي إنه هذا الشارع إذا أكو مكان للوقوف أوقف فيه عادي، مو يجي أي يجي شخص ما يتملك هذا الشارع عنوة طبعا. أما حل المشكلة فيكمن بحسب مسؤولي البلديات في بغداد في الدور الإيجابي للمواطنين وللمؤسسات الحكومية على السواء. ندعو المواطن أولاً بعدم التعامل مع هؤلاء الأشخاص والتبليغ عليهم، ثانياً هي من مسؤوليات عمليات بغداد يجب مساءلة هؤلاء الموجودين واللي يعني يمتهنون هذه المهنة، وعلى الجهات التي تقف وراءهم المفروض محاسبتهم ومنع هكذا تجاوزات. غير أن الأمر لا يقف عند بعض الأفراد، فالظاهرة تؤكد أن ثمة من يدعم هؤلاء ويحميهم عبر نفوذه السياسي في البلاد. ماكو مواطن اليوم يجي ويستولي له على أرض أو يستولي له إلا كان هناك غطاء لهذه المجموعة، وهذه المجموعة دائما تتقوى بهذه الكتل وتتقوى بهذه الجهات وتقوم بالاستيلاء على مواقع مهمة. المواطن العراقي إذن يبقى وحيداً في مواجهة عصابات السلاح المنفلت والفساد السياسي التي وصل نفوذها إلى حد الاستيلاء على الأرصفة والشوارع في بغداد.